نظم حزب الاتحاد الندوة الثانية من فعاليات الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية تحت عنوان نحو ثقافة جديدة لحقوق الإنسان في مصر في مواجهة الابتزاز الغربي. النهاردة احنا محور واحد هنتناقش فيه، احنا ده من سلسلة محاور كان عندنا المكتب السياسي الأول اللي هو التنمية السياسية، ده كان الأسبوع اللي فات. النهاردة عندنا الصالون السياسي التالي وهو فكر جديد وثقافة جديدة نحو حقوق الإنسان. احنا النهاردة بنسمن الإنجازات اللي بتتم في الدولة المصرية ونتكلم في التحديات. تبنت الندوة تأصيل التجربة المصرية والأهداف المرجو تحقيقها من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الإشارة للتنمية العمرانية، سكن كريم ومبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة. واخترنا حقوق الإنسان موضوع اليوم على أساس أن الأحزاب السياسية وبصفة خاصة أحزاب المعارضة الوطنية ترد على ادعاءات بعض الدول وادعاءات البرلمان الأوروبي اللي بيقول أن حقوق الإنسان مهدرة في جمهورية مصر العربية، وذلك هذه البيانات مغلوطة وغير صحيحة. نحن أحزاب سياسية بنقر وبنقول وبنعترف وبنعلن أن حقوق الإنسان بتمارس في مصر طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. في مسائل، أي مسائل تتعلق بالأمن القومي للبلاد يختفي فيها حزب المولاة وأحزاب المعارضة، لما فيهم كلها أحزاب مترصخة خلف الدولة المصرية. هذه دولة اللي قضية تهم الدولة المصرية ولا تهم الحكومة. نحن ممكن نختلف مع الحكومة في سياسات، ولكن مع كل قضايا الأمن القومي للبلاد لابد أن نصطف حولها وراها، وعشان كده في كل القضايا اللي بتعرضها المنظمات الدولية اللي أساسا لها أجندات سياسية أو الدول الغربية اللي لها أجندات أيضا وكم خططها، علينا احنا نترسح خلف الدولة المصرية. قادة الأحزاب المجتمعون هنا طرحوا تصوراتهم وأفكارهم للنقاش حول آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى إجابة الكثير من التساؤلات التي تجول في خاطر السياسيين والمفكرين. عمرو أبو جبل، ETC.